السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اما الجواب الثاني عن السبحة، الناس عنده هذه صغيرة وهذه كبيرة، هي السبحة اصلا جائزة، حتى بعض الناس يقولوا بانها بدعة. اي نعم هي بدعة اضافية، كتسمى البدعة الاضافية، يعني انها ليست محرمة، حتى البدعة المحرمة هي التي تنقض ركنا من اركان الدين او مبدأ من مبادئ الدين والعقيدة والشريعة. هذه البدعة اللي كتبغي تنقض الدين وكتبغي تخلق البلبلة والضلالات عند الناس. اما واحد الامر نثبته في قلوب الناس، هذا لا يسمى بدعة. العلماء داروا لي واحد الكلمة، قالوا بدعة اضافية، بحال مثلا قراءة القرآن جماعة، هذه بدعة لكن بدعة حسنة وإضافية، كتخلي الناس أنهم يوثقون الصلة مع كتاب الله تعالى، ماشي أنه مضاد للقرآن. وكذلك التسبيح، التسبيح هو عبادة، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. السنة أنه كان يعقدها بيمينه ماشي باليسرى، يسبح بيديه فقط اليمنى، اليسرى لا. لكن من بعد الناس داروا السبحة، والدليل هو أن إحدى الصحابيات ربما أم سلمة كانت عندها واحد الجرة وكتبقى تجيب الحصى وكتحسب، كتبقى تحسب 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 تحسب، وكتقول 100 مرة لا إله إلا الله، تعود 100 حصات كتبقى تقولها وتعودها. فسيدنا النبي لما شافها قال لها، كتعبي بزاف، قال لو قلتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لكفتك. هنا العلماء قال لك أن سيدنا النبي أشفق على أم سلمة لأنها كان عندها أشغال كثيرة وكتقوم برعاية الأيتام وخدمة النساء، فمن اللي كتبقى النهار كامل وكتحسب في ذلك الجرة وعندها 100 حصات وكتحسب كتعب، فأرشدها إلى ذكر بسيط كتسمى كنز من كنوز السنة، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يعني بعلا قال بتسكول انفيني، يعني لا نهائي، دعاء كبير. الشاهد عندنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أم سلمة لما ينهها عن الحصى، وإنما أرشدها إلى ذكر مختصر، فقالوا مادام السكوت هو في معرض البيان هو حكم قار، فالأمر واضح. من ثم العلماء داروا السبحة باش تسهل علينا. السبحة هي غير آلية، عبر التاريخ راه كانت السبح أشكال وألوان، دابا كاين واحد السبحة الآن إلكترونية معروفة، وهذه السبحة هي وسيلة اللي وضعها هما الصينيون الشينوا، كانوا كيستعملوها في يديهم كيحسبوا بها التوب، كيبغي يحسب لان عندهم الحركه ديال التجاره قويه وسريعه، كيحسب بها التوب سبحه الكترونيه. فلما شافوها الناس هم يقولوا هذه تصلح للتسبيح، فسوقوها في بلاد الحرمين ثم انتشرت في كل البقاع، فهي وسيله من الوسائل. لا فرق بين السبحه اللي فيها حبات صغيره واللي حبات كبيره، ولو ان البعض ربما كيبغي يدير السبحه كبيره وكيعلق بعض اهل الله بعض الذاكرين، ماشي رياء ولا سمعة حاشا وكلا، وإنما ليذكر الناس بالله. كاين بعض الصالحين كانوا كيشدوا السبحة كيدير في يدو ولا كيعلقها في عنقو، هذا من علامات التذكير بالله، تذكير الغافلين. كانوا بعض الصالحين اللباس ديالهم كيدير عمامة في راسو، وديك العمامة ماشي العمامة كاين ديال الشرفة، وكاين العمامة ديال الأغنياء والأثرياء، وكاين العمامة ديال الأعيان. كان واحد الوقت كانت العمامة كتدل على المركز الاجتماعي، هما كيديروا الكفن، قطعة ديال الثوب ديال الكفن كيديروها في الراس ديالهم باش يذكر نفسه بأنه هذا هو اللي يبقى له. ثم كيحمل عكاز رغم أنه باقي ركابي صحاح، يقول يا أرض افتحي أبوابك إني قادم، كيدق عليها أيتها الأرض أنا قريب نجي، كيذكر نفسه بالموت باش ما يتغترش بالدنيا، ما يغترش بملذاتها وطيباتها ويمشي معها ومع الناسها. ثم كيدير السبحة في الدو باش يبقى دائما يذكر الله ما ينساش ما يغفلش، وكيعلق في عنقو علاش باش الاخرين اللي شافوه بلا ما يدخل معاه في مواضيع اللي هي عندها علاقه بالدنيا وفيها غير المشاكل، كيقول لك انا ما باغي هادشي الدنيا، انا قانع
داكشي اللي قسم لي الله تعالى، الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه أمور كلها طيبة بإذن الله. بنتي سعاد أسأل الله أن يصلحك ويبارك لك في هذا الزواج مع هذا الشاب من الأمن، إن شاء الله تدخل لي بركة مسعودة ويعطي الله واحد الرتبة عالية، والله يحفظ لك الوالدين وطول عمرهم وشافيهم ويعافيهم، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم عمي قريبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده يا عمي لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي بارك الله فيك. انا بغيت نسولك عمي قريبا عندك الايات اللي فيهم. نعم نعم سعاد. يعني لا شي واحد بغى يدعي فيه يدعي فيه في السجود، ما فيه شي مشكل. دعي واش دعي بالسوء ولا دعي بالخير؟ لا بالخير. اييه والتسبيح مثلا داك كتسبيح فيها 33 وكل وحده وكتلقى واحد كبيره، واش كتكون عندها شي كلمه خاص داك اللي كتكون كبيره بوحدها؟ نعم. وبغيتك تدعي مع الوالد والوالده حيت هما مرادين يا رب، وبغيتك عمي يعني تدعي معايا انا واحد الولد ناوي الزواج ان شاء الله، كنتمنى هو دابا في داكشي ديال الامن، كنتمنى دير ليه واحد الدعاء ديال الخير يا رب يا رب يا ربي. وشكرا عمي. شكرا بنتي، شكرا لسعاد، شكرا لك وتحيه لاهل تنغير. والجواب بنتي هو اننا في السجود لا نقرا القران، اذا كنا في الصلاه ووصلنا الى السجود نحن منهي ان نقرا القران الكريم. شي واحد مثلا ساجد ويقرا شي ايات قرانيه، العلماء قال لك استثنوا ان تكون ايات قرانيه هي عباره عن ادعيه، كان اقول ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين قبلنا، مثلا هذا دعاء هو قرآن لكنه دعاء، قال هذا يستثنى، ممكن نقرأ في السجود، أو نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو أقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذه كلها آيات قرآنية لكنها جاءت في سياق الدعاء، هذه يجوز أن نقرأها في السجود، لكن دون ذلك لا يقرأ القرآن في السجود. السجود هو للذكر والابتهال والتسبيح والدعاء والتضرع إلى الله تعالى. والجواب بنتي هو أننا في السجود لا نقرأ القرآن، إذا كنا في الصلاة ووصلنا إلى السجود نحن منهي أن نقرأ القرآن الكريم. شي واحد مثلا ساجد ويقرأ شي آيات قرآنية، العلماء قال لك استثنوا أن تكون آيات قرآنية هي عبارة عن أدعية، كأن أقول ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين قبلنا، مثلا هذا دعاء هو قرآن لكنه دعاء، قال هذا يستثنى، ممكن نقرأ في السجود، أو نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو أقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذه كلها آيات قرآنية لكنها جاءت في سياق الدعاء، هذه يجوز أن نقرأها في السجود، لكن دون ذلك لا يقرأ القرآن في السجود. السجود هو للذكر والابتهال والتسبيح والدعاء والتضرع إلى الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.